بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بالزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. بتكلم النهاردة عن الأحماض الأمينية. وظيفة الأحماض الأمينية باختصار إن هي بتعتبر منشط حيوي وبتمتص داخل النبات بسرعة كبيرة جدا، وبتدخل في تركيب الهرمونات النباتية الطبيعية داخل النبات وفي الفيتامينات، وبتنشط لي عمل الإنزيمات. ده باختصار شديد جدا، تمام؟ يعني وبتوجد في صورتين، في صورة الأحماض الأمينية الحرة وفي الأحماض الأمينية الكلية. أولا أنه الأفضل فيهم للنبات، طبعا الأفضل فيهم للرش على الأوراق بتاعة النبات، بتعتبر الأحماض الأمينية الحرة. الأحماض الأمينية الكلية دي مرتبطة كلها مع بعض مع البروتين، وبالتالي الوزن الجزيئي عالي بتاعها، وبالتالي بيصعب نفاذها والدخول خلال الصغور وخلال الطبقة بتاعة البشرة بتاعة الأوراق بتاعة النبات. عشان كده بيحدث لها تراكم على أسطح الأوراق يا جماعة، تمام؟ بيحدث لها تراكم على الأسطح بتاع الأوراق. طالما ما عرفتش تدخل من الصغور بتاعة الورقة هيحصل لها تراكم، والتراكم ده هو قد يسبب لي بعض الأمراض الفطرية أو البكتيرية لما بيتحد مع الرطوبة. طيب طب لما بتكون بقى الأحماض الأمينية دي حرة، بيتم بتفكيك الروابط بتاعتها ديت، وبتصبح في صورة منفردة بيسهل نفذها، وبتمتص داخل الصغور بتاعة الورقة بكل سهولة ويسر، تمام؟ دي الأحماض الأمينية باختصار، وهتلاقي فيها على الإنترنت كلام كتير في كله في الآخر مترجم من مراجع أجنبية، وإحنا بناخد العصارة بس عشان الراجل المزارع اللي هو البسيط ما يتعبش في، وإحنا ما يهمناش. أنا كمان يعني أنا مستخدم، لا ما يهمنيش إن أنا أقول بقى في كم حمض أميني وده تركيبه إيه والكلام ده، ما يخصنيش في حاجة. أنا ما يخصنيش في حاجة، أنا كرجب ما يخصنيش في حاجة خالص يعني، تمام؟ المهم ان انا بعرف ان ظروفها ايه وبتستخدم في ايه والقصص دي كلها، تمام؟ تستخدم الاحماض الامينية الحرة المحترمة من شركة محترمة، مش اللي تحت السلم علشان ما ترشش وخلاص. دي حاجة. الحاجة التانية، ما تعتبرش ان الامراض اللي إن الاحماض الامينية دي هتحيي الموتى، لا طبعا. الأحماض الأمينية لو النبات بتاعك هزيل ما ترشهاش، لأن ملهاش لازمة أساسا. لو النبات بتاعك مصاب بأمراض فطرية ولا أمراض بكتيرية بلاش ترشها. لو عندك عفان جذور بلاش. ليه؟ لأن الأحماض الأمينية منشط للخلايا دي، فقد تنشط لك الفطر وقد تنشط البكتيريا، فهتدي نتيجة عكسية، هتدي نتيجة عكسية. عشان كده بنحذر من القصة دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان حضرتك لو النبات عندك هزيل هي مش هتعمل حاجة. النبات عندك هزيل مش هتعمل حاجة. اما ترش الاحماض الامينية علشان تنشط الانزيمات وعلشان تديني دور كويس داخل النبات، يبقى لازم النبات بتاعك يكون هيلسي، يعني يكون صحي تمام التمام، من حيث الحجم ومن حيث الاوراق ومن حيث الثمار ومن حيث، هتعمل لك شغل كويس وهتعمل لك طفرة في النبات كويسة جدا. ولازم تجيب من مصدر كويس، لان معظم الاحماض الامينية انا بجزم ان هي بيطحن عليها جبريليك اسيد وبتحط كده، لانه اولا سعره رخيص، ثانيا لما بترش وبتبص تلاقيها هيجت النبات وبتدي لون الاصفر، والنبات هنا بيبقى غض ورهيف، واصبح يعني مش احماض امينيه بقى، اصبحت هم حاجه عاملينها كده بحيث يضحكوا على الناس بيها. اول ما يرش الفلاح البسيط يلاقي النبات ابتدى يهيج شويه كده منه، وابتدى الاصفرار فيه، وبالتالي يقول لك ده المركب ده ما فيش احسن منه. لا، المركب ده مش من احسن منه، وعلى فكره كان في مركب برضو في الـ ولسه اعتقد ان هو موجود، كان مصحوم فيه، كنا بنرش كانت بتحصل معانا مشاكل انك تلاقي النبات اصفر تاني يوم وتالت يوم، تقعد تحط يوريا تاني او تحط حاجه عشان تزرق اللون بتاع النبات تاني. فعشان كده يا جماعه بنحذر من الاحماض الامينيه، لازم تكون اولا حره، ثانيا تكون من مصدر محترم او من شركه محترم. وظائف الاحماض الامينيه يا جماعه في النبات، احنا بنرش الاحماض الامينيه دي، في ناس
بترشها كده في الكلور يعني إرث شعبي. لا، احنا بنرش الأحماض الأمينية المفروض في بعض الحالات اللي هي الظروف المعاكسة. يعني ايه الظروف المعاكسة؟ يعني حالات الصقيع اللي بتسبب الاحتراق للنبات لما بتنخفض درجات الحرارة، لما بتنخفض درجات الحرارة. والقصة ده هي منتشرة وموجودة عندنا في مصر، وطبعا السنة اللي قبل اللي فاتت المانجا كلها اتحرقت، تمام، ومعظم الطماطم في الصعيد اتحرقت لما جالها الصقيع. بس حضرتك ما تستناش بقى لما يجي الصقيع تمام وترش، لا، لازم تكون مستعد وعندك الأرصاد بتوفر لك أسبوع، بتقول لك الأسبوع اللي جاي والله احتمال في موجات صقيع، فأنت من اليوم ترش، تبدأ ترش إيه؟ ترش الأحماض الأمينية. مش كده وبس، لا، ده في حاجات تانية بتأخذ في الحسبان برضو. يعني أنا مش معنى ذلك يعني عندي أحماض أمينية، لأن في ناس غريبة جدا بتفهم يا عمي دي إجراءات احترازية، يعني معنى أن الأحماض الأمينية هتخفف لي من حدة الصقيع، نشيل البيوت المحمية بلاش بيوت ونزرع بره أوبن فيلد والآخر نرش. خليكم واقعيين يا عالم، يا ناس خليكم واقعيين. يعني الأحماض الأمينية هتحوش حاجة، تحوش 10% 15%، بس إذا جه الصقيع لا طبعا، لا أحماض أمينية ولا غير الأحماض الأمينية، مش هينفع غير التدفئة الصناعية أو الجرين هاوس أو البيوت المحمية على طول. خد بالك من القصة دي، تمام؟ دي حاجة. في طبعا في لما بيحصل طبعا بيحصل ظروف معاكسة زي إجهاد مثلا، لما بيحصل لي إجهاد من العواصف الترابية الشديدة وموجات الحر الشديدة، وطبعا الحاجات دي بتحصل وبتحصل في مناطق الاستصلاح الجديدة يا جماعة. يعني أنا مرة زرعت بيفوت بطاطس ويدوب طلع كده وبالظبط يعني 20 يوم والورق ابتدى يبقى كويس، قامت موجة ترابية عملت لنا مشكلة جامدة جدا، مشكلة جامدة جدا، الورق كله أصبح مخرم والرمل كان سافي طبعا، والحجم الرمل الكبير الخشن ده هو فحصل لنا أضرار ميكانيكية عالية جدا، فعملت لنا مشاكل كبيرة، تمام؟ في الحالات الإجهاد الناتجة عن الحرارة الشديدة، ساعات يكون عندك موجات حرارة شديدة. وأنا شفت بأم عيني بصراحة ربنا إن كان في صنف طماطم، والله ما فاكر هو إيه، بس اتزرع في الفيوم وكان زرعه أستاذنا الدكتور يوسف عبد العال. الصنف ده تقريبا هم كانوا برشوه أحماض أمينية يومين والتالت، يعني يومين والتالت برشوا أحماض أمينية، ومع ذلك جاب إنتاج غزير في عز شهر 6 و7 في منطقة سدمنت الجبل في بني سويف، تمام؟ ده شفته يعني. فده دليل على إيه؟ أن الأحماض الأمينية لها دور في أن هي تشيل العبء أو الاسترس الحراري اللي واقع على النبات نفسه. النبات لو أنت حضرتك رشيت حصل له توكسيتي أو تسمم نتيجة استخدام جرعات زايدة من الأسمدة، تأكيد نتيجة استخدام جرعات زايدة من الأسمدة، ما قدامكش غير الأحماض الأمينية علشان تنشط لك القصة دهية. وفرق بين حاجتين، أحماض أمينية حرة وأحماض أمينية كلية، وقلنا الأحماض الأمينية الحرة هي الأفضل. وفرق بين الأحماض الأمينية وبين الهرمونات، بين الأحماض الأمينية وبين الهرمونات، دي حاجة وديت حاجة خالص، دي حاجة وديت حاجة خالص. إذن في الشتاء علشان يبقى عندك نبات كويس، كل أسبوع يا سيدي ادي رشة أحماض أمينية. زرعت كمون في المنيا في ما بين أسيوط والمنيا عند الكمين بتاع جلدة أو بيسموها إيه، جلدة، أيوة، الإنتاج بتاعه كان ممتاز جدا. كنت بستخدم عبوة أمينو إيه بتاع تكنوجرين في نص عبوة بنص كيلو كده، كان ممتاز جدا يا جماعة، لدرجة إن الناس وهي بتشتري الكمون والله ما كانت مصدقة إن ده مزروع في أرض رملية على الطول بتاع البذرة وعلى الكواليتي بتاعها حاجة محترمة جدا. طبعا ما بنقولش إن الأحماض الأمينية هتحيي الموتى، ولكن هي قد تكون جزء يا جماعة من إن ربنا يوفقك يطلع النبات عندك كويس. ولكن مش معنى الأحماض الأمينية كويسة هنقعد نمدح فيها وننسى دور العناصر الرئيسية في النباتات، دور العناصر الغذائية الرئيسية في النباتات المختلفة. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.